معانا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن اشرف خضر مدرب نادي الاسماعيلي الاسبق. كابتن اشرف صباح الخير، مشرف ومنور حبيبي. صباح الفل. صباح الفل كريم، ربنا يخليك حبيبي. زعلانين على الاسماعيلي يا كابتن اشرف؟ والله يعني اكيد كلنا زعلانين وحاسين بيكوا، ودايما بيبقى كلامنا مع اللعيبه ان بنتكلم ان فعلا مصر كلها زعلانه على الاسماعيلي، رغم ان عارفين ان انتوا بتشتغلوا بحياديه واحترافيه، لكن في الاخر خالص زي ما اتفضلت وقلت يا كابتن كريم، يعني لا، الاسماعيلي نادي كبير ونادي محبوب ونادي مهم للكوره في مصر عموما. صحيح، فاكيد يتزعل عليه يعني. صحيح، الاسماعيلي التاريخي، الاسماعيلي اللي بيطلع نجوم عظيمه، الاسماعيلي اللي دايما منافس للاهلي والزمالك، الاسماعيلي اللي بيقدم كوره ممتعه، فين الاسماعيلي ده راح يا كابتن اشرف؟ والله كابتن كريم يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه، يعني فعلا عمال تحلل وعمال تشوف وعمال يعني حاجه صعبه جدا، سنين طويله وبقت زياده قوي، ويعني مش عارف. عندنا لعيبه كويسه طبعا عشان نتكلم، لا في لو اتكلمت على السكواد بتاع الانديه كلها في الدوري الممتاز، لا الاسماعيلي لعبته عندها بقيمه كمان يا كابتن كريم. لعبتك، لا لعبتك نجوم ولعبتك ما شاء الله لعيبه كويسه جدا، وعندك يعني عندك توليفه، لو ما كنتش هتتكلم ان انت يعني تبقى في نص الجدول على الاقل، لكن ما لا مش بالمنظر دوت اكيد. و يعني سبحان الله مش انا مش عارف اقول ايه، لكن السنه اللي فاتت كنا دايما بنتكلم، حتى اتكلمنا كتير مع بعض وكنا بنقول لا الاسماعيلي ما حدش يقول الاسماعيلي يهبط وما حدش يجيب السيره ديت، و كان موجود لأجل كابتن إيهاب جلال في فترة كانت صعبة وعدينا، بس كان عندنا ثقة، عندنا لعيبة كويسة دلوقتي، بس شوية إن شاء الله إن شاء الله الإسماعيلي إن شاء الله هيبقى متواجد، لكن لازم نخاف ولازم نقلق لأن الموضوع مؤلم. وفعلاً فعلاً بعد مباراة اليوم بالذات يا كابتن كريم، يعني الإسماعيلي كان اتغلب من بيراميدز وكان قبلها بتعادل مع فيوتشر بعد اللي هي كاس الرابطه، وانا كنت في الجهاز، لكن لا بعد فيوتشر انا كنا احسن في المباراه وكنا نستاهل نكسب. بيراميدز اعتقد فريق قوي جدا يعني برضو كانت الهزيمه بشكل ما كنتش برضو يعني، لكن النهارده لا، النهارده كان المباراه صعبه جدا وزعلتنا، مباراة على ملعبنا وفي التوقيت ده يعني طبعا بنقول هارد لك طبعا، لكن احنا لازم نعرف دلوقتي كلنا نتحمل مسؤولياتنا ونعرف ان الاسماعيلي في مشكلة كبيرة، ولازم نقتنع بكده ونبطل كلام والناس كلها تشتغل، ومن غير كلام بقى ونسيبوا الناس تشتغل، لان هو كلام كتير برضه يا كابتن كريم من الحاجات اللي فيها مشاكل. فيها مشاكل بتحصل، الاسماعيليه فيها مشكله، وانا بقول لكل حبايبنا الناس تبطل كلام شويه، والناس تبطل وتسكت وتسيب الناس تشتغل وتسيب الناس تختار وتسيب الناس تحلل، وعشان احنا في مشكله بجد، صح، ما نبقاش عاملين زي الدبه اللي قتلت صاحبها. يعني هي مشكله بجد فعلا كابتن كبير. كابتن اشرف خضر مدرب الاسماعيلي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اسماعيلي حسني عبد ربه وعماد النحاس ومحمد حمص ومحمد بركات واحمد فتحي واسلام الشاطر محمد صبحي، اسماعيلي ينفق طبعا. بقى ارجع بقى الكابتن علي ابو جريشه والنجوم العظيمه والتاريخيه دي، كابتن محمد صلاح ابو جريشه، اسماعيلي يبقى في الوضع ده اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه، مش حاجه واحده للاسف، هي حاجات غلط يعني، لعل وعسى الامور تتحسن في القريب العاجل. لازم تتحسن الأمور، لازم تتحسن عشان الوضع بقى غريب جدا وبقى صعب جدا في الإسماعيلي. مش بفهم أنا اللي بيحصل في الإسماعيلي، مش بفهمه بصراحة. كورة أو فريق عنده لاعبين مميزين، فريق محترم، فريق كبير،
يعني